خليكم معايا لانه توا عندنا روبريك جديده تري سامباتيك غراس ا نوكيا. نوكيا اليوم نوزوفر لا بوسيبيليتي بخلاف تليفوناتها والتكنولوجي بتاعها اترافير سون تليفون اترافير روبريك هذيا باش نتعرفوا على واحد من الوليدات اللي عندنا واللي حبيتوهم من الاولاد نتاع الممثلين ولي كوميديان دو عبد اللي شو تايم اللي واحد منهم ولا اسم معروف ومحبوب وعمل ضجه في البلاد نستقبله مع بعضنا صابر سيزار في روبريك صابر سيزار مرحبا بك في روبريك هذيا اللي عملتها نوكيا حل قلبك انا باش نعطيك ان ديفي نجم يكون مخطر شويه ليك لانك جديد ظهر لي اول انترفيو حقيقي تعمله انت معناها ومن تو موش انترفيو كان باش نعرفوك كاكا باش نعرفوك اترافير باش نعطيوك جو في التليفون الجديد نتاع نوكيا اللي هو لي نوكيا 2.3 باش نعطيك التليفون هذايا وتركز مع الاسئله نتاعي وجاوبني وتركز مع الجو ميم تون واختبار ليك كممثل بالطبيعه يلزمك تربح زاد زاده تربح في الجو ما قلقنيش كان تروح تنس ما يقلقنيش كان نخسر ما يسالش لا لا تربح لازمني نربح معناها تربح سينو باش يقولوا على جايبين وهذا صحيح فهمتنيش ولا خاطر زاده شرف في البرنامج في الميزان باش نربح وشرفك انت جمهوري باركي تي ريليف لو ديفي ولا وي بالرسمي شوي بخير والله هذايا لو نوكيا 2.3 الله الله تفضل الله هاكا محطوطه حاضره اللعبه نتاع التنس الله الله شقولك فيه ساعه صاحبي كاليتي دي ماج باش تنطق نبدا نلعب العب انت تلعب بطبيعتك هذاك دونك ليكرون 6.2 بوس نتاع نوكيا 2.3 يحل اللعب ميرسي اليوم باش نحلوا لك قلبك تخافش قلبك ممكن يحلوا لك راسك من بعد ولا حاجه بحشره مش مشكله ذي راهو بيجا خاطر ظهر لي مغلب عليك باهي نسالك اسئله وتجاوبني بسرعه قاعد تلعب والله نعم قهوه ولا تاي قهوه امك ولا صاحبتك امي علاش اح هذيك باهي علاش تتنهد سؤال بديهي خاطر باش نجاوب امي باهي وسينو بيونسي ولا بيا بيونسي بالباهي ظهر لي بيا مسلقك الكف من بعد تكويرة في الحومة ولا قاعدة في الدار؟ تكويرة في الحومة اثنين الصباح ولا سبت في الليل؟ اثنين الصباح اثنين الصباح ولا سبت في الليل؟ كمل العب حاجة ما انا سبت في الليل باهي فيسبوك ولا تيندر؟ فيسبوك خاطر تيندر ما فهمتهاش اه؟ لا ما عنديش معاه كنت قبل توا اخترت كنت قبل تيندر؟ كلاب ولا قطاطس؟ زوز نجم كلاب ولا قطاطس؟ كلاب 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 افلام ولا سيريات؟ سيريات شنو هو النوع نتاع السيريات؟ تولي سيغي ما عنديش سيغي باهي برشا ولا شويه؟ فاش شنو ولد؟ يدي جاوب يرحم والديك شنيا دي برشا برشا ولا شويه؟ فيش برشا وفيش شويه عجبكش في كل شيء برشا برشا سخيل يا بيك اش محضر يا بيك ولا ليه ولا برشا 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 برشا, برشا. قديش تحط من عينينا؟ بي واحد في اليد ولا عشرة فوق الشجرة؟ لا واحد في اليد ثبت اي كمل انت الجاي يمشي عليك حطيت بوز حطيت بوز ما نرجع تستنى ولا تتمنى؟ نستنى جي تي اي ولا فيفا؟ فيفا باريس ولا امستردام؟ امستردام اه فاش امستردام اغزل لي اغزل لي امستردام راي ايه ذيك عليه مستر سيف ولا شتي؟ شتي عرفتك خاطر بدنك في السيف مش حاجة ليه خاطر ليه شتي يلبس خير من السيف يلبس خير من السيف كيف عندك بدن ليه يقولوها اللي ما عندهمش بدن وي في ولا كاتجي؟ كاتجي اتاكون ولا ديفونسور؟ لحظة 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 جارديان يعني دوك جاوبني على سؤالي شنو ديفونسور هاك اقرب واحد تلفزة ولا انترنت؟ انترنت توباك ولا سمارة؟ لحظة ها ها شبيك تعوجت ارجع توباك ولا سمارة؟ توباك عليها مخرانية ولد بلادك هريسة ولا مايونيز؟
مايونيز. والله يا اخي نحب نجيبها زعما زعما انا بالحق مايونيز. مايونيز؟ ما انك يا هريسة عندي مشكلة في معدتي. به تقول ولا تفعل؟ نفعل. قال اي خبر. نفعل. خاطر نعملهم بالزوج. قلبك ولا بمخك؟ بمخي. كفتاجي ولا السوشي؟ كفتاجي. الفوق ولا اللوتة؟ دخلنا على الدهماني هك. ما الفوق ولا اللوتة؟ خلي مخك نظيف وجاوب. اللوتة. داخل ولا خارج؟ والله قسما عدم والله قسما عدم تتحرك مسؤولتي والله نوك يا جابوا الاسئله هما والله لاني يا نوك يا وخي تشبيه داخل ولا خارج؟ ما داخل باهي السؤال هذا تنجم يتكلف لك احياتك السؤال الاخراني لطفي ولا نوفل؟ بتبيع لطفي خممت راك شويه لا ماهيش بالعاطفه الحكايه خاطر نجم نقول لطفي نحط باز مسهله شويه لا نجم خاطر نقول لطفي يقولوا خاطر تخدم مع مينو لطفي خاطر انا رجعت معاك وبديت معناها انا في الكورسة غاس اتوا وغاس البروديكسيون يرحم والديك صاحبي شكرا يعطيك الصحة نشكر العباد قول لي شنو رايك في التليفون قص قص على العباد سكة لحظة نوكيا 2.3 شنو رايك فيه سي رابح ولا خسر؟ لا رابح والله رابح عالمي برجولة ميرسي نوكيا على الكادو ميرسي بوكو ميرسي نوكيا ميرسي انا ما لازمش نقول لك خذ ولا انا جوست باش نكون استا بينتك انت ونوكيا بالرسمي لا خلينا نكمل نحكي معاك خلينا نحكي معاك شارجور وين؟ خلينا نحكي معاك انت خويا نتمنى لك كل خير يرحم والديك ونتمنى لاي واحد خاص ينطري بالتليفون لازمني ناخذ انا تو هما هاو هنا هما مش بعض نقول لك حاجه خلي التليفون عندك اما لا 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 مش في مكتوبه تهزوا هما هكا واقفين غادي تفاوض معاهم كان قالوا لك خذ ولا نجيبوا لك تليفون صح عليك ما قالوا لكش ترجع التليفون تفضل ميرسي البروديكسيون تاعنا سي لوكازيون نحب نسلم عليها لحظه لحظه نحب نسلم على اللي يخدموا معنا الكل سلم على دليل ونقول له ان شاء الله بوك ان شاء الله ربي يشفيه بوك دليل التونسي صديقنا بوه مريض شويه وتاثر برشا هو البارح حكينا معاه ان شاء الله ربي يشفيك ودليل خموا فيك مش نحن بركة اصحابك وتلفزه كامله معك نشكر الببليك انت قبل ما تصفخوش لحظه نشكر الببليك نشكر البرودكسيون نشكر تيانا. قلت نشكر ولا نشكر قلت نشكر الببليك نشكر البرودكسيون الببليك والبرودكسيون تاعنا تعب معنا برشا 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 على الاخر سهير وميمه هاله سيرين الكل كل محرز داهش بالحق خدمتنا سنة بهم هما كامله وميرسي لك انت بيجا مشي ترد خاطر ما قلتش بيجا ولا قلت بيجا اول واحد يا بيجا والله بيجا بيجا راه جونا به بيجا بيجا وي برا ربي معك ميرسي وانتم زاد التليفون هذايا يحل اللعب بليزيور كولور نوكيا 2.3 خلت عليا ابعث له السكيورتي ما عنده وين يمشي يكلم الحرس تا يرجعوه ما عنده وين يمشي وانتم زاد كان تحبوا تليفون اي حل لاب عليكم بنوكيا 2.3 في اكرون 6.2 بوس 2 جيجا دو رام 32 جيجا ميموار انترن يشد الشارج نهارين كاملين هذا الكل بسوم يدوخ 369 دينار اكاو وصلني خبر باهي من بعد نوكيا نحب نقول لكم ميرسي ميرسي نوكيا ما كنش نستناها لكن عملوها برجوليه وما قالوناش قاعد خلينا نطلبوا الاداره وخلينا نطلبوا اعطاو لسيزار التليفون مبروك عليه دبرها بالرسمي راهو مش محضره الحكايه هكاك جات عفويه يعطيهم الصحه ميرسي نوكيا على التليفون الحلو ميرسي على الجينيروزيتي نتاعكم فاصل ثم نعود رجعنا 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 مع عبدلي رجعنا مع عبدلي شو تايم وقبل ما نرجعوا مع لي زانفيتي نتاعي نحب نذكركم اللي كيما شفتوا اليوم جا الراجل هز كرهبته ربحها صح عليه تنجموا تربحوا كيفو كرهبه زاده باس ام اس اكا ولا اكثر تبعث حرف ا على 85 899 تنجم تربح كرهبه اهو قدم لي ضيفي صاحبي
إذن مشاهدينا الكرام أحبائنا الأوفياء، سعداء جدا باستقبالي بكل شغف وتقدير رفيع المستوى نجوما اكتسحت الشاشة الصغيرة من أوسع أبوابها من خلال مسلسل تجذر في عروقنا وتغلغل في عقولنا وترسخ في ذاكرتنا ليصبح خالدا كخلود الشمس في كبد السماء. هي نجوم صنعت الحدث بصدق في الإحساس وتلقائية رهيبة وحرفية عالية فاقت علو ناطحات السحاب. إلينا وإليكم لآلع الدراما التونسية بل درر الدراما التلفزيونية الأربعة جواهر من زمن لن يتكرر، أبطال المسلسل الخالد، مسلسل الخطاب على الباب، صلاح المصدق وحرم سهام المصدق، فيصل بالزين ورملة العياري، صليح ونعيمة الغولة، قمر الزمان وفاطمة. ربنا ما يحرمنا منكم يا رب. صفا فيصل ربي فضلك صاحبي. اقعد اقعد رملة اقعد احسب روحك في دار. اهلا اهلا سم انا سم في بليزير ديجا بيرسونيلمون اللي راكم صحابي وعشره وبون انتوما راكم اكثر فيصل انت اللي برشا مريتكش. صافا شنو هكا تعمل؟ هاني هوني. هاي هوني هكا ومرحبا بيك. بيكم اكثر. مرحبا مدام. يخليك. صافا؟ سليح خويا. خويا صافا؟ امورك باهية انت؟ الكلكم تبدلتوا بارابور للمسلسل كبرتوا ولا فيصل؟ كان انت تبداو؟ بلاش لينات وقتها. بلاش لينات وقتها صحيح. باهي نجوم خطاب على الباب مسلسل كولت قلب الدنيا في التسعينيات. حولكم الى نجوم عملتوا في جرته مجد كبير واليوم الغريبه بون بعد تنساه شويه لانه فما جينيراسيون فما مسلسلات اخرى وفي مخاخنا مسلسل هذا متفسخ قعد في التاريخ كما برشا مسلسلات رجع يلعب ليامات نحن في 2020 25 سنه هو 95 95 عنده ربع قرن بالضبط ربع قرن بالضبط المسلسل اللي تعرض توا عاود قلب الدنيا يعني في نسبة مشاهدة كبيرة برشا برشا سيتان فينومين ما فهمتش علاش صار تعرف علاش انا نتصور لانه مسلسل بالمجد معناه يمس العائلة التونسية ومس صميم معناها الانسان معناها التوانسة الكل وتعرف اللي الوقت نتاعو كان في رمضان وفي رمضان ما تعرف اللمة العائلية تتلم في الوقت هذاك دونك انا منافي نتصور المسلسل يحكي على التونسي يحكي على البلاد العربي يحكي على جونا يحكي على دارنا يحكي على عيشتنا اليوميه تو تو اليوم جينيراسيون جديد عباد اخرين كانت تلفزه واحده ما تنساش كانت تلفزه واحده لا نعرف في بالي كانت تلفزه واحده نحكي على اليوم العباد الكل موجه الغادي التلفزه واحده هذايا اليوم خليها عاود اضرب لطفي فهمتوا شنو يعني كبرتوا ظهر لي ما عادش تسمعوا مليح لا هو 25 سنة خاطر لطفي عطيني ترنكوش هو يحكي على المهارة العب انت العب جيب لي رملة اي رملة اي رملة اي اي جاوب بنتي اي سألت سؤال سهل سألتوا زوز من الناس ما سمحونيش عم سلاح وعم فيصل بنزين ما فهمتوش انت عملت الدوانة نحكي عم فيصل وعم سلاح تفوتني نفوتك بشهر ونص يا عادش بيه شهر ونص معناها قداش فيه من نهار وقداش فيه من ساعة اي مش عمي يفوتك بليلة يفوتك بحيلة طون طون فيصل شبي سلاح ما تقلقش ليه خاطر كنت يا سلاح خاطر ملي صغير يعيطوا شكلتها يا قالتها مرتك يا سلاح الكل عيطوا لي عم سلاح اي قالت ملي صغير يقولوا له عم سلاح تفضل مدام انت تدافع على حقوق شنو؟ حقوق الكبر والصغر انا حاسه باش بدالي بالمشاكل من توا هذايا دونك علاش قلت انا ما فهمونيش كبر ربي يسامحه يا حاجه يا حاجه انا قلت مسلسل ظهر قبل كيفاش اليوم عام 2020 جينيراسيون اخرى فما ناس ما يعرفوش الجمله عاود اضرب هذا سؤالي خاطر ممكن الناس متعطشه
الاطار معين، نوعيه معينه، ما نعرفش حاجه، حاجه بسيطه برشا راهو خطب على الباب كان، لكن ثم لا الترا مكياج لا بوتوكس لا برشا حاجات. لكن ثم فن، ثم تقنيات، ثم سيناريو، ثم ديكور، ثم صلاح الدين السيد. وي وثم نص علي الواتي. علي علي الواتي اللي كان من اقوى السيناريست، شكون كان يخدم نص هو ما ديجا ما كانش يعطي نص ولا اللي يجي. صحيح. هكا ولا؟ هو برشا لطفي توا في سيرتو في رمضان، خاطر البرودوي الكل يتعدوا في رمضان. في رمضان الناس تحب لما عائليه، ما تحب قله الحياه بصراحه، ولات برشا قله الحياه. تو تقول انت قله الحياه خاطر فما مسلسلات ماكش موجود فيهم؟ لا علاش قله الحياه؟ انا ما نقولش، انا اخر مره في قناتكم هذه قلت بجاه ربي لا تعيطوا لي. قناتي هذه سب قناه ما يقلقنيش انا، كنت زيد نحب نسبها قناه لو شكون في الزب. ريت قناتي انا نقل ما زاديش كل يسبها، سبيت لي الفنتيتا سكسي شبعت بيس وكيفي تو نفركس معناها انا في مسلسل. علاش تقول قل تحيه على مسلسلات؟ خاطر فما بالحق قل تحيه، فما حاجات ما عادش تنجم تفرج فيها العائله مع بعضهم سيرتو في شهر رمضان. موافقين ولا ما كمش عندكمش مشكله من... بون معناها انا بدنا حاجه واحده بالنسبه لي انا بوتيتر قله السيناريست اللي ساعات تلقى دراما ماهيش محبوكه بالقدا وماهيش مكتوبه مليح. علاش تقول انت خطاب على الباب ولا تقول خاطر فما دي سيناريست؟ انا نمن بالاختصاص باللي يكتب يلزمو يكون فهمني في بلاصتو، اللي يمثل يكون في بلاصتو، معناها المخرج يكون في بلاصتو. دونك كل مهنه في هالميدان هذا نتاعنا عندها الاختصاص نتاعها. مدام شنو حسب رايك انت زاده اللي يخلي مسلسل عاود شد العباد؟ انا سهام صادق في بالي مش مدام. مدام سهام مصدق، انت الزوز، انت مدام سهام مصدق ومرت زاده والثالثه مرت سلاح مصدق باهي ونعيمه الغوله. الخطاب على الباب حبوبته يزدي والله يشلقك سلاح نعرفه في الدنيا قسما بالله يجيبك في البطريق حتى في تركيبه محرم فؤاد. ساكت يا سلاح محرم فؤاد عم سلاح ساكت الوضع ما يسمحش. إذا نقول لك المسلسل وقتها بالحق خدمنا خدمة صادقة برشا برو على الأخر، معناتها الناس كانت ما تعدش الحاجات وقتها نجح بالكدا، والسنة سنة فما جينيراسيون كاملة ما تعرفوش ما شافتوش معناتها. على هذيك كي عاودوه مره اخرى معناتها ضرب كيما اي ضرب الكديد لبريف انتم هنا معناها كاننا نحكيو على مسلسل جديد اليوم معناتها توا صغيرات اللي هما زاده يكتشفوا في عبيد والمره فهمت والمره يشوفوهم ما خلطوش وقتها على وقت احنا صغار بيان سور كي صورنا زاده. لا انا راني في الفنتين وقت اللي صورت الخطاب على البيت. أيوة. الحق والله ولدي عمره 3 سنين فهمت معناتها ما في ما شاء الله اي معناتها انا بيدي صغيره كي صورت الخطاب على الباب مانيش فيصل قد عمرك صورت خطاب على الباب شهرين؟ وقتها نذكر انت تجيب حدانا من الكليه ما كنتش تجيب حدانا انا وقتها انا من زمان ما تولدتش وقتها تجيب حدانا الحبسيه وقتها عمري 30 سنه بالضبط عمرك 30 سنه؟ 30 سنه ما شاء الله معناها تو 75 ان شاء الله لا 56 بالضبط 56 مش بعد برشا على بعض هي ما انت شيب في شعرك اكثر مني ايه انا خاطر ما نصبغش الله يجيك يشارك اكثر بجيب لا تعرف ما عملش مردومة انت هيك ريحة مردومة عم يضرب بالعنق وطني عمل لك ابو عنق وطني لطفي العبد اللي يا صليح ساكت من والمهم فيش حاجة علينا لطفي العبد اللي انت خونا الكبير حتى في الجبانة يعمل في المشاكل راه هكا ما ينساش ما ينساش ديما هكا نحن العباد ما يعرفوش اللي جونا في الكواليس مع بعضنا ديما هكا حاجه اخرى سليح زاد ملي صغير كنت نهبله في المسرح البلدي خدمنا مع الوطني خدمنا مع محمد دريس انا صغير وقت عمري 19 سنه مثل هو بابا ظهر لي لا عبد الحميد عبد الحميد قياس بابا وبعد ما عادش عارفين شكون بوه شكون مش بوه انا عم انا وقتها مره ما نحبش نتكلم نقول الممثل شكون في امبروفيزاسيون هذه ما يعرفها حد يا سليح كان انا وانت وقياس واربع ممثلين اخرين ممكن ننساوهم امبروفيزاسيون ضربنا عام نمبروفيزيو مع محمد دريس وقتاش تخرج المسرحيه مش عارفين نسمع عند بوك قدور من الصباح لليل امبرو دخل الممثل ما حبش نسمي اسم عينيه ضاربين كي دخلت انا قعدت نغزر له غزر سلاح
والامبروفيزاسيون مشات هكاك من بعد شبيها عينه وصلاح ولا يعمل شبيها عينه ودرنا الناس كل يعملوا شبيها عينه وقاعدين نهار كامل نعمل شبيها هو اللي يعمل شبيها عينه نسيتها ولا تذكر لطف يا رب وبعد ما عملناش الحمد لله المسرحيه ما تعدتش 25 ans ابري تتفرجوا في روحكم شنو هو الاحساس؟ ابدا صغيره صغيرة أما كان جيت خطاب على الباب تعمل توا راهو ممكن مش نفس الأجواء بالكل، ثم حاجة تبدلت. إيه. مناش نقعدوا نبكيو على الأطلال. أنتوما تبدلتوا ولا حاجة تبدلت؟ لا لا 25 سنة عمر بنادم راهو معناها بنادم وش بي صغار. معناها ثم حاجة تبدلت في الدنيا، ثم المبادئ تبدلت، اللغة تبدلت. أما أنا ما نشطرش فيصل في حكاية القبيحة في التلفزة، ثم اللغة تغيرت. والمفاهيم تغيرت والناس تبدلت واللوك تبدل والكلام تبدل دونك هذا تعاود تلقى في التلفزه حاجه وانت كي تشوف روحك صغيرونا صغيرونا كهو يا كهو صغيرونا ومانيش واعيه باللي نعمل فيه ولا فوالا ذاك حبيبي مانيش واعيه بالكل باللي نعمل فيه خاطر انت في البريود هذيك لا ستار دي ستار انت ونجيب بالقلب نذكر ضربتوا ضربه كبيره ياسر لي جون بروميي لي جون بروميي نتاع التلفزه التونسيه كانت فما تلفزه واحده لعبت تتفرج فيها معناها ما تكسرش تعمل رول تك وطلعتوا وانتم وقتها عباره اليوم التلفزه جديده ولات مناظر جدد تاع توانسه انتم وقتها نكتشفوا في كل مناظر الجدد كل رافيني والبلديه وكل الدنيا والجو هذاك نكتشفوا فيه معاكم انتم بارا ذي حتى المسلسلات اللي حكيت على الريف لطفي تعرفت وقتها أيه. خاطر ايدونتيتي تونيزيان راه أيه. كانت التلفزه تعدي في حاجه تونسيه تحس روحك تونسي توا تحس كي تتفرج تقص الصوت ما تعرفش فين معناها مش ما تعرفش فين تونس تبدلت زاد هكا كما قلت بلي تبدلت اما التريتمون ارتستيك سي با سا اما بلي توا تقولوا معناتها اللغه تبدلت وتونس تبدلت اما هاو كي تعاود صحيت معناتها خذا سكسي نفس اللي يمكن ميم حتى اكثر من اللي تعمل لاول مره معناتها فهمت ما نعرفش انا يمكن نحس العباد اللي ما تعدش النوعيه هذيا نتاع زاد في التسعينات حاب نذكركم اللي تعمل المسلسل هذايا لكن لا فما لا فيسبوك لا انستغرام لا انترنت اللي هما توا لو معايير قياس النجاح يقول لك عامل جام ومش عامل جام وعامل فيو ومش عامل فيو كيفاش كنتوا تعرفوا تعيشوا السكسي كيفاش كنتوا تعيشوا؟ بالبرا الناس في الشارع الناس يجيوك في الشارع الناس انا كنت ناخذ التجام كنت ناخذ الترين ونهبط من دارنا انت بنت الكرم انا بنت الكرم بنت الكرم قلب الكرم انا دوك انا كنت نهبط من الكرم ناخذ التجام باش نقرا في 9 في كليه الاداب دوك نقص تونس العاصمه كامله نقص الاسواق وناخذ الترين و8 نتاع الصباح في لوغ دو بوانت دوك نعرف في ناس عجبهم الفيلم وقتها المسلسل يا لطفي انا مره مشيت نطلع على مريض في بوسيلو دخلت السبيطار ما نجمش نخرج جات الشرطه مدير السبيطار وتسكر السبيطار قالوا لي تقعد غادي حتى نشوفوا حل في الناس اللي لبرا يمكن 3 ولا 4 مكاتب صورتين مع بعضهم سمعوا ستايش في هاني جاي في السبيطار خويا ستايش هاني جاي أبار نتوما لي ستار كجون برومي ستايش سيتي لا ستار دي ستار ستايش ما كانش يمشي لبلاصة قبل ما تتقلبش الدنيا عليه هذاك علاش قلت لك انا وصلت الاف يستناو يتصوروا معاه يوقفوا تقول انت تقول على حالات ظهر لي كانت تجي تتصور معاك مش لعب صحيح ولا غلط؟ صحيح في الشارع في المهرجانات انا بويسكو نخدم في المسرح معناها العروض اللي نمشي فيها معناها فريمون تصير ساعات تصير مشاكل معناها تلمو العباد تبارك الله في الشارع كيما هكا في ساعات في دفينة انا نتحرش خاطر العباد تبدا صغار تبدا تولي تبع في دفينة خاطر راوني انا ولاو يحبوا يضحكوا ولاو يحبوا يتصوروا ولاو تولي تتبدل الحكايه فهمت ملي تكون تو صحيحه باش نصلحوها فوا بور توت خرجت اشاعه والناس الكل ولاو يحكوا فتاع تونس كي تفهم اشاعه ولاو متاكدين منها هي عاد اشاعه اللي انت كنت تصور ب 500 فرنك مع العباد تصويره ب 500 والله والله يزي صلي على النبي انا سالت قل لي اي ولا يزي يلدي قال له 500 فرنك والله كان يقولوا استايش يوقفوا العباد تجي تصور معاه ب 500 خلي يقولوا ولا معناها غالطه دينار لا انت توا تعمل في الحكايه تعمل لها في تواول وكراسي وانا نعرف انا نسمع تعاود توانا يا لطفي في التعريف يا لطفي راني نعرف وين تحب توصل 15 وسلاح راجلك وقتها ترانكوش وممثل التوا ترانكوش وممثل ما فهمتش كيف انت هذه مخطره هذه مخطره هذه اسمع سيام خليني رايق برسمك نكمل برنامجي والله لك ستار وقتها
شنو في الخطاب على الباب؟ اي ما يعرفوهمش معرسين، ما يعرفهمش، ما يعرفوش يسخيلوها اخويا، يسخيلو اخوها. اي صارت مشاكل هكا؟ لا حتى طرف بربطته بحذاك ما يتحركش من حلقه الواحد. لا ما عنديش الحكايه هذيك جمله، كل واحد شيخ على روحه. اه شنو هي؟ عاش نجاحه على روحه. عشت نجاحك؟ اي عاش نجاحه باللي في مخر. والله لا تشتي توا زاد. ما عنديش الخروج برشا من اصلا. مسكر عليه فوالا. فوالا تلقى ليك طل من الشباك. ساعات نطل ساعات نهبط نقطه شويه نعمل دور نعاودك. ترجع. لا بالحق ما عنديش معناها بطبيعته ما عنديش برشا دخول وخروج. انا اكثر حاجات نحبها هي الرحلات البعيده ونمشي دونك. وانت مدام النجوميه وقتاش عملت فيك؟ يا لطفي اسمعني. هاو يحب يحكي حتى يسكت. على في بلاصتك. عملنا تصديره انا وسهام اقسم بالله وعشاه ودنيا وتصاور وسلاح معنا. اسمعني اش تقصد؟ عملنا شوتينج. فما جريده حبوا يعملوا فازا كوم كوا خطاب على الباب، ما احنا ما عرسناش في المسلسل. حبوا يعملوا زعما سويت تتذكرها سلاح في الكرم. مشينا بيتزارية خويا ولبسوا سهام الدنيا والجو وانا كيف كيف وعملوا لنا تصاور تاع عروسه وعروس. الحوايج الوحيدين اللي جاوا قدوا تاع حمدي ودي. اللي هو عمره وقتها 4 سنين ولا بالحق. معليه اللي انت سايبه وانت سايبه خليه رايح. الاخر بربشو الاخر بربشو انا سلاح على الطاهر وفيرت الشعب هكا يا سيد. تعرف الحكايه كيفاش تبدا؟ باهي باش نسالكم كاشي قبل ما كانتش فما فلوس. ما يخلصونيش ما كانتش خلاص كيما توا بيان سور. قداش كان كاشي؟ اما كي نجح المسلسل عملونا بونوس كل واحد. لا خلينا ساعه نعرفوا قداش الكاشي كان. تتذكر؟ انا خذيت 3.5 مليون. معنى النهار قديه؟ ليه ما فماش نهارات؟ جلوبال على قداش من النهار مثلا تصوير؟ ما نفكرش قديش. شهر اقل. انا شهر نهار سهام اقل اقل من شهر. معناها النهار ب 100,000 120 دينار 150 ما يفوتش. لا في 350 400. شنو هو النهار 300؟ تو باش ياخذوا فيهم 350 400 مليون. اي ما تنساش كيفاش؟ سلاح تحكي على الستار معروف راه على الستار تحكي وقت. لا نعمل راه بن عمر وانت والدنيا وممثل مش ستار 150 200 100 زاد. اما هكاك تبدا انت جديده سي سيور 100 150. انا نتذكر اول كاشي 150 مش اكثر. انا نتذكر 350 في 350 انت الاولاني فورفيتير. انا اول كاشي 150 زاد خذيته في ليلين كثر 6 ملايين فورفيتير. اي فورفيتير هذا على ستايش. اي وبونيس وقتها كي نجح المسلسل بطلب من رئيسه الجمهوريه وقتها ديجا الجزء الثاني وقع واعطونا بونيس مش الناس كلها. جيس خذيه؟ هاي خذيه فايسر خذيه هاي وسلاح وينا ورمله ومدام موني يحبك بن علي كان عادي. اي علاش ليه ما يحبني؟ الشعب التونسي كل يحبني ناقص كان بن علي قد ما يحبنيش. الله يرحمه. نورمال. الله يرحمه. قول ولا الله يرحمه. من بعد لي نورم سكسي خطاب على البيت فما منكم شكون كمل فما منكم شكون اختفى بعد بطل؟ خلينا نبدا بك رملة ميسيل راهو مش مهاجمة حقيقة. لا 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 هي واقع. واقع. واقع ما مش معناها القصد اني نحرجك ولا حاجة. لا ما فما حتى حرج. اي. شو انا مانيش بروفيسيونيل في السينما ومانيش بروفيسيونيل في التلفزة ومانيش ممثلة. سي سلاح ممثلة، سهام ممثلة، فيصل ممثل. انا عبيد قارين وقراية خدمتهم مورد رزقهم. حالين به ديار عندهم بهم صغار وعائلات. اي عيشوا منهم هما ممثلين. سي لور ميتي. هما محترفين. وانت؟ انا مانيش ممثله. انا مش خاطر مش فصلك مش خاطر ظهرت درج في التلفزه اللي باش نبدا نقدم روحي كممثله. نحترم ياسر انا التمثيل. والله هذا كف شباب ياسر برافو. لا بالحق احتراماتي لله احتراماتي الخاصه. صحيح معناها نحترم ياسر التمثيل ونحترم ياسر المسرح ونحترم ياسر السينما باش نقدم روحي كممثله. كان جيت عندي مسيره كان جيت تدربت كان جيت خذيت دروس كان جيت قريت مسرح كان جيت عملت دونس معناها باحتراف وقتها يمكن عندي ليجيتيميتي باش نتكلم. اما مش ظهرت درج في التلفزه اللي هو كان سكسي يعني هذا كلام معقول حد يعني. لكن انت كنت صغيره كنت تنجم من هنا ل 25 سنه تحترف في المهنه. على خاطر انا وقتها زاد اخترت حاجتين يا اما باش نولي محترفه في السينما وفي التلفزه وفي المسرح يا اما باش نختار طريق اخر. طريق اخر انا كنت نقرا وقتها. اي عملت الخطاب على الباب نعدي في الباك. اي خذيت الباك
خاطر هما شادين يقول خاطر كانوا يسكروا عليا في القصر نتاع دلخو تبع البيت باش نراجع باش نحضر اللي فيه محلاها اللي بالحكم انا مش نزيد عليك جيبوا لي شوكولاته المركز زرقا اني مش نقول اسمها جيبوا لي شوكولاته بالحق باش نراجع وشادين يقول دونك نفسلي عندي مقصوره صغيره هذيك راجعوا لي فيها الانجلي والعربيه وكل شيء شكونك توا وليت استناني ها باش نسامحك نكمل لك تحب تعاركني مسالمه دونك وقتها كان لازم نختار العام الثاني نتاع الخطبة على الباب انا سنه اولى في الجامعه باهي ومن بعد شنو نعمل؟ اسكو نقعد نستنى نحط يدي على خدي ونستنى شكون المنتج ولا المخرج اللي باش يعيط لي قابله ولا لا سي لي ريغل دو جو هذيك هي اللعبه يا تقبل يا ما تقبلش اسكو انا حاضره باش نمشي نعمل تربصات في تونس والبرا وباش نتعلم المسرح على قاعده والسينما بيني وبين نفسي خليتها كيف دونك انا حبيت نتعمق في القرايه نتاعي دونك كما تنقرا في كليه الاداب والعلوم الانسانيه نتاع تونس في 9 ابريل خذيت الميتريز نتاعي قبل وقت الميتريز ومن بعد خذيت الدي في فرنسا ومن بعد بديت دكتوراه في فرنسا اللي عمري ما كملته وقعدت نقري في الجامعه في تونس في جامعه تونس استاذه جامعيه الوغ كنت تورنت تورنت شمعنى تورنت؟ حاول نسالك كنت استاذه نتاع فرونسي اي كي مشيت لفرنسا مع راجلي ولدي قررت باش نقرا العربيه من الاول خاطرني طاسه خاطرني ما نعرفش نكتب جمله بالعربيه بالحق يعني بالحق بالحق خاطر مصالحه مع نفسها بالحق خاطر ما نعرفش نكتب جمله بالعربيه خاطر ما نعرفش نعبر بالعربيه جمله خاطرني انا خارجه من سيستم تربوي اخر اي فوالا فقررت لي انا قعدت لي عقده في حياتي ما نعرفش نخاطب بالعربي ما نعرفش نتكلم بالعربي ما نعرفش نتحاور بالعربي قررت باش نبدا كل شيء من جديد سمعني تو انت لاباس في تونس تعلمت الفرنسي ومشي لفرنسا باش تقرا العربي شنو المشكله نتاعك؟ ليش شنو المشكله نتاعك؟ في فرنسا تونس فرونكوفون وقررت باش خاطرها طاسه بالعربي تمشي لفرنسا هذه طاسه برشا بالعربي سي فابري مش هكاك صار الحديث اما كي مشيت لفرنسا زدت حسيت بالعقده نتاعي وقلت ما نجمش نقعد حياتي كل وانا معقده ايبا نعاود كل شيء من الاول جديد عاودت من الصفر يا اخي دخلت سنه اولى في الجامعه بطلت نقري فرونسي قعدت سنه اولى في الجامعه سنه ثانيه خذيت الليسانس الماستر بالعربي اي وتوديت في الدكتوراه تحضر في الدكتوراه بالعربيه والله برافو عليك إذا حسب حساباتي البسيطة راجلك لاباس عليه برشا. ليه راجلي؟ مصبر عليك تقرا توا توا اللي خذيته توا اللي خدمته توا اللي دخلت له دور. ليه سامحني سامحني سيدي خويا، ساعة أنا مرة منظمة ياسر والفرنك نعرف كيفاش نصرفه في داري، أول حاجة قبل كل شيء. مانيش نفرق. ثاني حاجة راجلي مهندس قرا في تونس وتكون في تونس وتعلم في تونس وشفت في الديار في فرنسا. لا 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 مهندس نتاع كراهب. مهندس نتاع كراهب يبني كراهب كيفاش يعمل لي لوجيسيال نتاع الكراهب اي دونك هذا برشا فلوس لا لا محترم حاجه محترمه اما محترمين عائله تونسيه محترمه اي محترم بالنسبه نحن عندهم فلوس ايش معناها مستورين يا ربي يا ربي لك الحمد معناها سيتو وكاهو فما راجل يصبر عليك 30 سنه تقرا لتوا خاطر يحبني يحبك يا لطفي في الحديث خاطر يحب يفضل مرته تمشي تقرا كتب اخي ما تقعد قاعده في القهاوي لا كاو تي ريزون برافو نحييو المسيره نتاعك نحن هنا باش سي جوست ان بتي توماج ليكم انتوما زاد وللناس اللي خدمت كل اللي فيهم كبارات وفيهم كلهم اصحابنا واحبابنا ونحبهم واللي ماتوا الله يرحمهم وي انت بعدت على الدراما ولا شنو صار؟ لكن ما بعدتش على المسرح انا لا بعدت على هذا لا على هذا ها قعدت بون ما جاتنيش برشا خدم اما نخدم خدمت بعد منامة عروسية خدمت بريزون بريكا خدمت حاجات اما العباد ديما في مخهم خطاب على الباب معناتها يعرضوك بعد درا قديه تيم الخطاب على الباب ما ريناكش لخدمت ليه خدمت فهمت لكن موجوده في المسرح انت برشا معناتها ما بطلتش مسرح انا نوصل نعمل بثلاثه بالاربع في العام مسرحيات اربع مسرحيات في العام ما شاء الله نخدم بالكدي في التياترا سلاح وي. فما خبر خرج عنده مدة يحكي على إمكانية تصوير جزء ثالث من خطاب على الباب صحيحة ولا غلط؟ لا تصورها صعيبة الحكاية لأنهم ديجا العباد تشوف فيهم كبروا نجم يكون توا الناس هذوكم توا شوية ما نتصورش مع الامباكت نتاعو توا ماهوش كيما كان قبل معناها كان يقترحوا عليكم بصراحة نو لا لا ما ماهيش في بلاصتها معناها لا الوقت لا الزمن لا الحياة معناها نتاع الجو العام توا واحد وكذا ما خطاب على الباب في الوقت هذا لا لي حي ما يعاودوه بعد قداش من العام
اي سيتي ان فلوب ما نجحش. فيصل انت كان يقترحوا عليك؟ لا الوقت غير الوقت، لو ديكور غير لو ديكور، الجو حتى الديالكت بتاعنا لغتنا في الشارع وقتها سيدي باسي قديمه توا. زاد باش نسالكم سؤال اخر ما عندوش علاقه بالذية، لكن انا زاد خرجت اشاعات انهم يحبوا يعاودوا سيسمو، شوف لي حل. لا برشا اشاعات فيسبوك يخرج كل شيء، يتعاود شوف لي حل زاد ولا ما يتعاودش؟ شوف شوف لي حل بو من غير سفيان الله يرحمه. هو ما نتصورش شوف لي حل عنده الحين. لطفي انت تعرف حاتم بالحاج قال ما نعاودوش، خدمت معانا وتعرف بلا سفيان ما يعاود احد. اي ما سفيان سي تان كوميديان الله يرحمه، ما معطي له من عند ربي ما تنجمش. فيصل توا انت عطيت كلات شويه لك المسلسلات الجدد، قلت اللي قلت فما قلت تحيه إيه والدنيا اي فما 90% انا بدي نعفي قلت تحيه اليوم موجوده. كان نعيطوا لك في مسلسل في شويه قلت تحيه بطوله محترمه، مسلسل مجدود بالكدا في دي جرون اكتور مخرج طيار وين في تونس؟ لا لا وين قلت تحيه وين قلت تحيه في بعض المشاهد في المسلسل. مسلسل تحكي في الدي ولا في الايماج ولا في الايماج وفي الدي قلت تحيه قلت تحيه هي وعندك مثلا بعض المشاهد الاباحيه كل شيء معناتها فيه كل شيء. بالنسبه لي انا اول حاجه قبل ما نقبل اي حاجه نقراها ساعه اذا اذا قبلت في مشهد اباحي اذا قبلت ما نخدمش في العمر هذاش نخدم مشهد اباحي عليه يزيل شو دخل في عمرك في قلت ما زلت صغير نخدم انا اباحي ما قلت ما زلت صغير انت علينا نخدم الاباحي نتبحبح في الاباحي انا مش انا ممثل شنو يعطيني يقنعوني يقول لي تخدم ولا ما تخدمش؟ يخدم يخدم ما عادش يقول اسمع يخدم بوز وبوز ما تقول ملا قلت تحيه لا ما نخدم بالعكس دور شبيك ممثلين الكل هكا اي دور شحال انت باش تولي كيما البنات شبيك ما خدمتش مع فلان خاطر اقترحوا عليا بوسه في فيلم من لا 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 مشيت في المسرح على خاطر حبوا يبسطوا عليا يا لطفي مانيش غادي لا الحق مانيش غادي انا وانت خليه يتكلم ولاد حمى عربي وانت تعرف اي فما حاجات ما تتعداش في ديارنا تنجم تعملها راهو وتعديها وتحط لها انتردي موان 12 ans 16 ans 18 ans بالوقت معين وعدي على روحك جو سوي با كونتر مانيش نعمل في سونسور دونك ما تقبلش اي ولا انا ما نقبلش سلاح ما نقبلش علاه وعليه والله يا سلاح تقبل فيه راك ما عندي ما ندمت لي قلت ما نقبلش علاه سلاح دور كبير باش باهي فيلم طياره فيلم طياره مع مخرج مصري ولا مخرج امريكي ما تحب ما يسالش مدام نسالك السؤال ولا ما نسالكش؟ قول ما يسالش هاي هاني سالتك ما في فيلم محترم مع مخرج محترم وراجلك وافق؟ لا وراجلي المحترم وافق؟ لا 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 بين مشهد اباحي مع راجلك فاش قال؟ قال لي عمل لك ما سكت لا لازم تعمل هكا لازم ما تنجمش نرجع خطاب على الباب انت مش باش نسالك على الاباحه عليه عليه اوه بلا سمعه عليه اوه بلا شبح بعد يلوموا على الصغار الدنيا باهي تحب بعض يا لطفي اللسان بتاع رمله رمله خاطر فرانكوفون اسمع لسان بتاع رمله وسيد احمد دون لو تو اباحه اي اباحه تسمع اي في القهوه اثنين مع بعضنا فيها ان وقتها هذيك اي بداية قاعده مع راسها في القهوه وقتها عيب ونطلع ما كانش يقعدوا في البريد هذيك بنات ورجال في القهوه ما كانش فما صالون دو تي وقت الجو ليه مازلت ما في سيتي بوسعيد بوتيتر يقعدوش يتبرى قدام العباد كل العباد مش للدرجه هذيك لا ما كانش ليزاني 90 ليزاني 90 الدنيا في الستينيات لازم نحكيو على واحد الله يرحمه بوغ ان بتي توماج انا هو قبل ما تعرفوه بوتيتر انتوما كان صاحبي الله يرحمه ما حكيناش عليه سوفيزامون حاتم بالربح الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه نعمل دور هذاك قبل ما يكون ممثل معاكم يمشي المسرح الوطني شكون كان دونسور معايا والله يرحمه للميموار نتاعو باش العباد ما يتذكروش انا وياه صغار عمرنا 17 ولا 18 سنه مش توا وصلنا هزينا وقتها دونس شامبيون تونيزي في الدونس تحيه ليه وتحيه للميموار نتاعو الله يرحمه ف
محمود الشيخ ستة ماتوا من خطاب على الباب، ستة ولا سبعة من الخطاب على الباب توفيت. الله يرحمه من مصباح. علي مصباح الله يرحمه. سيد أحمد، سيد أحمد الله يرحمه. لخديجة بن عرفة، خديجة بن عرفة، سليم محفوظ، رمضان شطة الله يرحمه. الله يرحمه ربي الحجام. هذاك العام الأول من فرقة نابل تاع مسرح. تفرجوا في لقطة اون سان كولت، برشا هما دي سان كولت. تفرجوا في هذه حاتم بالرابح ونعيم الجاني سي لا سان برجولي سي لا سان كولت، ما يتغش حد. يا مفيدة يا مفيدة، راني باش نخرج. زيد الحمد لله عليك، سي با تخطو. ها بلا قلت لي تحب البوغا سي ياس. اي والصباط زاد. وتحب لك في الدنيا هيك ماما. اوه انت تحت ياسر انت. وفين البوزة؟ هاي في الصباط. شنو؟ تتقصص عليا؟ انت اللي تغص بالبوزة؟ منين قلب بلادي؟ كيسك سافي دير سا؟ سافي دير؟ أراه؟ سافي دير هذا؟ 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 جو سوي دونجور! سافي دير هذا؟ لا بابا! ها؟ ديرو على يا بخي! يا خبيت البيت يا اخي سامي. هاي بوز هاي بوز هاي بوز هاي بوز هاي بوز هاي بوز. محلاها 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 نعيمة ومحلاها حاتم الله يرحمه. هذه خلي لكم كلمة الختام، لكن قبل كلمة الختام خلينا نحكيو قبل على أعمالكم. فما جديد ما فماش جديد؟ رملة العياري. نعم صحيح. اللي أنت زاد عندك فيلم اسمه فولا، اسمه أن ديفان تونيس. أن ديفان تونيس أي أن ديفان تونيس المفروض يخرج الأيام الجاية. هو خرج في فرنسا. شفت بوندانونس تخي سامباتيك أنا تخي هكا. إن شاء الله يعجب في تونس. نعرف اللي ديكالي مي ديكالي فيلم خفيف. فوالا باهي. شوفوا بوند انونس. ها شوف شوف دلينا كورس نعمل لك بوند انونس جمله واحده. جي ريفي سادة محسين دي محمد سيس كو دي ديكتاتور عرب اي لا جي كومبران با بوركوا يا بوتين. Je viens travailler ici. Quel travail, y a pas de travail ici. J'ai installé mon cabinet sur le toit. Un cabinet de psychanalyste Tony Fitoni. T'as vu ces brochettes de névrosés là que j'ai au salon? Avec moi, tu deviens millionnaire. Tu vas pas faire venir les fous chez nous? C'est des patients que je recevrai chez moi. احنا انا نعرفك اش ربي مالناش مستحقين انا هدري الفارغه والروايق هذيك. سي كوا تو سو بازار لا؟ وين الميكروات؟ Bonsoir. Je peux voir votre autorisation de libre pratique. Mon dossier, je veux dire, il va passer, vous croyez? Ah, inchallah, inchallah. S'il vous plaît, oui ou non? Mais qu'est-ce que inchallah? Pourquoi t'es rentré, Sam? Tout le monde rêve de foutre le camp d'ici et toi. Est-ce que vous recevez des hommes chez vous? Des hommes et des femmes. Il est écrit aussi que vous utilisez le mot sexe devant des femmes et des personnes âgées. Sexe prison. So they tell me. Rhabillez-vous et rentrez chez vous. Je veux aussi appeler la police si vous voulez. J'ai pas compris. On m'a parlé d'une française, d'un canapé ou. Vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie. Rejana, Rejana. Madame. Jdidek. عندي زوج مسرحيات، واحدة للصغار واحدة للكبار. مسرحية السرار والنملة إخراج سلاح مصدق، ومسرحية عيون القلب إخراج رضا بوقديدة. يعطيك الصحة مدام عبد يعمل زوج. أنا نعرف في مسرحية وتعبت، يعطيك الصحة. فيصل. أنا كالعادة في فرقة مدينة تونس عندنا دو سبيكتاكل، واحد أدولت واحد أنفون. قاعدين إن شاء الله باش يبداو يتوزعوا في السيزون هذي. حضروا معناها السبيكتاكل؟ لا 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 حضروا سي ديجا سي. نفس والأرض كوكبنا بور أنفون، نفس بور أدولت. شنو حوال فرقة مدينة تونس؟ سافا مازال فما مشاكل مالية ولا تحل؟ لا لا سافا إن شاء الله. ما هي مشكلة جمعية تتحل إن شاء الله. ما تتحل إن شاء الله. إن شاء الله بيانتو. دكتور. وعندي أون بليس عنده في الفرقة تاع مرتي عمل. شنو هي الفرقة؟ فرقة القناع النجم. هي كل فرقة قناع. شنو فرقة مرتي؟ ايه اللي فيها مرتي معناها هي قالت لي عندي مسرحية راجلي. قالت الفنان سلاح مصدق. نقدم تحية لمرتي. لم يقصد قور قدم تحية لمرتي. وين خايف وترايح هذا.
انا بدي نقدم في تحيه لمرتي كل يوم رمضان. صحيح لعبك على الخير. انا ريتني في الدار بالكف، انا في الدار بالكف ندخل من دوجي وهي تشلب. نعرف نعرف استعاف الضرب بيان سور. لا نستعرف انا مهم، نعرف ليه لطفي نعرف. ليسونسيال ايكيليبر شيخين نحن صاحبي. في عندنا بيس دو مازال عنده مازال عنده برشا حاجه. ان كوميدي ميوزيكال ان شاء الله بيانتو اسمها اولاد العكري. تكون فيها فيصل بزين، لميا حسني، كريم بن خضر وزوز بنيات بالي دو دانس. هي سيت اون كوميدي تحكي على جماعه كانوا يعيشوا لبرا وبعد الثوره رجعوا لتونس. خويا بالتوفيق يا عايش السلاح مصدق. عندك مسرحية جديدة الحدث مع كمال التويتي اللي استدعيناه وهرب بينا ما جاش اليوم، مع احترامي لكمال خويا وصاحبي ونحبه. كنا باش نعملوا بلاتو سبيسيال للمسرحية وبعثنا لكم صورنا معاكم، بعثنا لكم عملنا فيتيير وانتي شاهد، لكن كمال ما جاناش. ان شاء الله يصير تراب ويجينا المرة الجاية. راني قلبي ابيض كمال وخويا، وانتي خويا الكبير وتعلمت منك. واضح تفضل. بون نجم يكون راهو عنده ديزونجاجمون. انا نتصور كمال خاطر كمال صاحب كلمه وقت اللي يعطي كلمه اون برانسيبي طبقها وكهو. دونك العمل نتاعنا اسمه مامو وشحيمه. بون سبيكتاكل جديد فيه شيخه فيه نصبه فيه شكون ممثلين فماش كان كمال كهو معكم انا وكمال ولاسعد بن عبد الله. فوالا اسعد بن عبد الله جراند ارتيست. زاد الاخراج بيان سور. اخراج ترى ولا مش سورسين هو؟ لا لا هو سورسين. سورسين ومخرج. سورسين ومخرج فوالا. دونك وعملنا البريمير نتاعنا لو 13 وكان عرض ما نعرفش انا الحضور كان ناجح برشا وكان الحضور معناها ونحن حضرنا في البريمير وباش نشوفوا تصور هذوما تفضل. عمالقة المسرح التونسي يتلقاو في عمل مسرحي جديد بعنوان مامو وشحيمه لكمال التويتي وصلاح مصدق ولاسعد بن عبد الله. الخميس 13 فيفري كان موعدنا مع العرض الاول للعمل بالمسرح البلدي بالعاصمه. عدد من الفنانين والإعلاميين كانوا حاضرين والجمهور كبير اللي جاب شي اكتشف لما تتلاثة من أكبر قامات المسرح التونسي. مامو وشحيمة زوز فنانين تجمع بيناتهم علاقة صداقة قوية من 40 سنة يقروا تتويج مسيرتهم معرض تشكيلي، وفي التحضير للمعرض يتناولوا أبطال العمل مجموعة مواضيع تشغل التونسي كيف السياسة الانتخابات وبرشا مشاكل اللي يعاني منها المواطن ببرشا ضحك وبرشا وجيعة. ياسر عجبتني المسرحية، مسرحية متكاملة. لا سينوغرافي اي مانيفيك، لا ميز ان سين، لو جو داكتور، ليدي. ممثلين عندهم قيمة وعندهم بالماريس وعندهم شيء يكركروا فيه. كمال تويتي يستحى مصدق فهمت بون صافي ساميليوري معناتها كيما أي افون بريمير. بعد تتكبس لما أول مرة خاطر ماهمش في المام ستيل. كمال عنده ستيل، سلاح عنده ستيل، الأسعد تسير وهرة والدنيا عنده سون ستيل كل شيء، لكن الكوتي كوميك قعد في الديالوج وفما حركات نتاع سلاح ولا حتى سلاح مشى في الكوميك مع كمال. تفضل سلاح. يتفضل عندك كل خير. دونك فوالا العمل معناها يلزم الناس تتفرج فيه ويلزم تتمتع، وبالحق سبيكتاكل معناها مازال كي بدا وبدا نتصوروا معناها بقوه. دونك العرض اللي جاي من بعد ان شاء الله باش يكون نهار 21 اللي هو 21 شنو؟ فيفري. نهار الجمعه هذه وضح لنا غدوه. غدوه مرحبا بكم اللي حاب يجي يتفرج معناها في مامو وشحيمه. فوالا دونك عمل نجح برشا. انا تفرجت فيه فنتي. بالحق والله سكرت العروسه والله لي يا لطفي بالحق عمل عجبني برشا. لطفي انت مازلت ما جيتش خويا. وقتاش ناوي تجي؟ انا نجي دوب ما نكمل التصوير نصور كل يوم ونهار راحتي هو اليوم نجي نصور. ما عنديش نهار راحه حتى رمضان بقدرة ربي نجيكم، لاني انا بار باش نتفرج مغروم بكم من اللي صغير كممثلين. انتم نحبكم ياسر يعيشك فوالا تو سامبلومون. وفما ان برانسيب زاده عندنا وعندنا سفيقس لو 1 مارس عندنا سفيقس زاده. دونك بالنسبه للجمهور اللي يتفرج فينا توا في سفيقس مرحبا بكم زاده لو 1 في سفيقس. باهي نحن خلينا لكم الكلمه حطيتوا ما عندكم فرحتوني.
فرحت لي جيتوا هنا، ان شاء الله العباد فرحوا بكم، ان شاء الله عدينا معكم سهريه طيبه. فما حاجه في خطاب على الباب نسكروا بها، نسكروا بها البرنامج، هي غنيه ضربت ياسر يا منيره. شكون اللي غناها؟ سلاح. لا شكون سلاح؟ لا انت مصدق انت غنيت منيره سلاحه؟ لا لا. شكون غنى منيره؟ فاطمه. انت شكون؟ شبيك شبيك نسيت؟ كبرت وما عادش تذكر. ريت كيف ما كنتش. هز الميكرو. ايش ناكد لك كلامك الاول. ايش اش خويا؟ شنو هز الميكرو؟ غنينا منيره باش تسكروا البرنامج. يز يرزن يا لطفي. شنو ورزن؟ باش نحط ميكرو في اليوم. مقطع راه يا ودي مقطع اقعد عاود فيه حتى لين يوفى البرنامج. والله والله. منيره منيرة يا منيرة يا أمي العيون كبيرة، منيرة يا منيرة يا أمي العيون كبيرة، كل اللي راك يقول محلاك، كل اللي راك يقول محلاك، القعدة معاك قصيرة منورة يا منيرة يا منيرة، وبتشعر الجي عالرجوبة، وبتشعر الجي عالرجوبة، بتشعر الجي عالرجوبة، عايشين في جثنين، عايشين في جثنين، عايشين في جثنين، عايشين في جثنين، عايشين في جثنين انا ومحبوب. عايشين في جثنين انا ونعومة. انا وهي والبادية الوان كالزربية، عايشين في جسدين انا وهي والبادية الوان كالزربية، جيراتها دايرين بيجا وبيا، جيراتها دايرين بيجا وبيا، جيراتها دايرين بيجا وبيا، ما يمر لي ليلة تبات مع حلوبة، قلبي يغني عليك يغني غني، قلبي يغني عليك يغني غني، قلبي غني عليك يا محبوبة، قلبي غني عليك يا محبوبة، عايشين في جسمي، عايشين في جسمي، عايشين في جسمي، عايشين في عايشين في سنين انا ومحبوبة. ميرسي مدام ذالي، عندك شو باش تشكر انت؟ ايه بخلص حماتك وكجاوبك. الله يرحمها. الله يرحمها. انا باش نشكر عصام الفقيه اللي عمل لي مكياج ودرشنوا شنو درشنوا وفي عندنا راجلك زياني زياني ابي انت تحب تكون تشكر ها لازم بقى نجم نقول اللي البرودكسيون اللي خدمت معانا اللي هي سامي منتصر بيان سور سامي منتصر صحيح وسنة بن طالب اللي هي عملت الاسيستون وفما لو بانتر معناها النهدي اللي خدم لنا معناها لي تابلو تاع سبيكتاكل لي بانتور تاع سبيكتاكل واحد وكذا وانا اللي استحملت كذلك انا نحب نشكر الجمهور اللي استحمل الغنيه زاد لا فادلك معك شكون تحب تشكر؟ محمود شنو غنوه؟ ريتا Yeah, yeah.
محليك محليك شو لطفي العبد اللي كي يدخل من وين؟ يا زين لطفي راك شبت ريزي خليك انت عامل دوانه معايا خليك انت عامل دوانه معايا لا معايا دوانه تحكي على الشيب نتاع راسي والدنيا الكل مش صبيغه وين ها وين كحله ها نجربوا عامل في حمك قبل ما يطير راسه حط راسه في كانون وتمرغط في كانون وجه باش تشكر مدام ولا اشكر صدمت اشكر حتى راجلك اللي مول فيك وانت تقرا على الاقل راجلي فوالا ديجا اي راجلي ولدي كوميتي سوبورتير انا بالحق باش نشكر ليميسيون هذايا اللي جابتنا ولمتنا بعد غيابنا رمله صافي لونتون مريتاج بون سيام وسلاح ديما نقبلهم بحكم زملائنا ونخدموا مع بعضنا اما هي رمله عندي ياسر مريتاج توحشتها برشا سي بيان نتقابلوا وسي بيان انه الجمهور يفهم العلاقه ما بين الممثلين هذوما وجونا ونتذكروا الحاجه الباهيه كي صارت نقولوا راهي باهيه معناها خويا نورتوني ميرسي عليكم ويني كاميرا فاصل ثم نعود